ومعنا مشاهدينا الكرام عبر الانترنت من فيينا سيد توفيق حميدي المحلل السياسي اليمني. مرحبا بك سيد توفيق. اذا تزامنا مع الذكرى الثالثه لانطلاق عمليه عاصفه الحزم ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، الى اي مدى استطاعت هذه العمليه برايك تقليم اظافر ميليشيا الحشد؟ مساء سعيد لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمه. اود التاكيد اليوم على ان عاصفه الحزم التي انطلقت في مثل هذه اليوم كانت لديها اهداف واضحه، وهي كسر هذا الانقلاب واعاده الشرعيه وتامين المواطنين اليمنيين من الانتهاكات التي تقومها من ميليشيات الحوثي. عاصفة الحزم بعد 3 سنوات استطاعت تحرير أو استعادة بعض المناطق التي كانت سيطرت عليها الميليشيات سابقا، خاصة المناطق الجنوبية، عدن وشبوة وأبيان ولح، بالإضافة إلى ميناء المخاز الساحلي الواقع في محافظة تعز، وتحرير بعض المناطق الواقعة في محافظة الحديدة، إضافة إلى حماية مدينة ماربة ومحافظة ماربة المجاورة للعاصمة صنعاء. هذا ما نستطيع أن نتحقق خلال 3 سنوات من هذه الحرب. هنالك مجموعة من العوائق لازم الشديد، هنالك مجموعة من التحديات التي تتحقق من هذا الأمر، لكن زادت التكلفة الإنسانية بسبب طالة مدى الحرب خلال هذه الفترة دون حسم واضح لهذه المعركة. وهذا نعتقد أن اليمنيين بعد 3 سنوات اليوم أصبحوا يبحثون عن حل ناجز وسريع من أجل أن يخرجوا من الحالة الإنسانية التي يعيشون فيها، سواء بحسم عسكري ناجز أو بحل سياسي يضمن عدم أو يضمن عدم تحكم هذه الميليشيات في مفاصل الدولة ونزع السلاح منها بموجب القرار الأممي الصادر في مجلس الأمن رقم 2216. بخصوص الدور الإيراني في الأزمة اليمنية، كيف ترى الدور الإيراني في تزييم الوضع في اليمن؟ طبعا الدور الإيراني واضح. أنا أعتقد أن تقرير لجنة الخبراء الأخير الصادر من لجنة العقوبات المتعلقة في اليمن كان واضح، حدد أو كان واضح باتهام إيران بصورة مباشرة بأنها قامت بدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح، إضافة إلى أنها قدمت لها الخبرات التي سمح لها بتطوير بعض الأسلحة مما عزز بقدراتها الصاروخية طويلة المدى، إضافة إلى أن هنالك يعني اتفاق واضح من قبل الخبراء على أن الصواريخ التي أطلقت على المملكة العربية السعودية خاصة على مطار الظهران كان صواريخ إيرانية أو بخبرات إيرانية لتهديد هذه المنطقة. الحوثيون جماعة حديثة لا يمكن أن تمتلك كل هذه الخبرة، هنالك دعم واضح متعلق بصناعة الألغام، هنالك دعم واضح بتسريب السلاح إلى داخل اليمن، إضافة إلى دعم واضح حتى على مستوى القدرات السياسية مما يعزز دورهم التفاوضي أو حتى دورهم في إدارة الدولة في الوقت الحالي. فلا يمكن الحديث عن الحوثيين دون الحديث عن دعم إيراني واضح. اليوم اليمن أصبحت ساحة مفتوحة لصراع إقليمي كبير، الإيرانيون لديهم رؤية استراتيجية بأهمية الموقع اليمني، هذه النظرة معززة تاريخيا. اليوم الصراع في اليمن هو في حقيقة الأمر أصبح الصراع على باب المندب على موانئ البحر الأحمر، هنالك صراع على السفن امتدادا من قناة السويس انتهاء من سوق قطرة، والإيرانيين مدركين لهذا الأمر، سفنهم تتواجد في البحر الأحمر، قواربهم لا تتوقف عن نقل السلاح إلى الداخل، وهذا أمر واضح سواء عززته التقارير الدولية أو التقارير بعض المنظمات المتعلقة به. المبعوث الأممي الجديد اليمن مارتن جريفيث قال إن اللقاء بأطراف النزاع كافة يساعد على الحل، هل تتوقع حلا سياسيا في اليمن بجهود أممية؟ إذا صدقت النوايا نحن نعتقد أن الصراع والحل السياسي في اليمن ممكن إذا وجد طرف جاد وصادق وغير منحاز
إلا لمصلحة اليمنيين. أنا أعتقد أن القرارات الأممية والمبادرة الخليجية يمكن البناء عليها. أنا أعتقد أنه بعد 3 سنوات أصبح جميع الأطراف يبحثون عن حل سياسي يحفظ ما تبقى من هذا الوطن. اليوم الجميع منهك على المستوى العسكري، الجميع منهك حتى على المستوى السياسي. الشعب اليمني في حد ذاته ضاق على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الحقوق والحريات التي تكاد تكون انعدمت الى درجه الصفر، وبالتالي اعتقد ان الوقت مواتي جدا. اليوم الاوروبيون يتحركون بقوه، واعتقد ان الاوروبيون مؤهلون بصوره او باخرى لان يعني يدخلون بقوه في الملف اليمني. اعتقد ان تعيين المبعوث الجديد البريطاني يعزز الدور الاوروبي في اليمن. على الاقل الاوروبيون خلال الحرب ال3 سنوات ظهروا بمظهر الطرف المحايد. الاوروبيون ليس لهم سجل منحاز في اليمن، اوروبا ارتبطت باليمن بالتنميه بالاستقرار بالمشاريع الزراعيه المائيه الى غير ذلك، كما انها لم تتخذ موقف منحاز بدرجه كبيره سوى ايمانها او تاكيدها على الشرعيه اليمنيه، وبالتالي اعتقد انها ما اصبحت مقبوله لدى كل الاطراف بعكس الامريكان والايرانيين وغيرهم من الاطراف الذين اصبحوا منحازين وغير مقبولين بسبب او شكرا جزيلا لك من فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق حمادي.